يجتمع المئات من رواد شارع المتنبي في بغداد منذ الصباح الباكر لتناول كبة السراي، إحدى أشهى المأكولات الشعبية العراقية وأقدمها. ويعج مطعم المتنبي يومياً بزبائنه لتناول كبة السراي، لسيما يوم الجمعة، كتقليد شعبي قديم مارسه زوار شارع المتنبي وما يزال كذلك. فرائحة الكبة أثناء نضوجها تذكي الأنوف من مسافة ليست بالقصيرة. تتكون كبة السراي من مادة الجريش ولحم الغنم المفروم والبصل، ومع إضافة التوابل يكتمل مذاق الكبة اللذيذ. تؤكد إدارة المطعم أن مكونات هذه الأكلة لم تتغير، وكذا الحال بالنسبة لحجمها وسعرها. تأسس المحل سنة 1930. احنا طبيعي كنا بعد مصائر للحياة، فمن عمامي الى انت مجهات الى ان كبرنا وصلنا لهالمرحلة الحمد لله والشكر. يعني بوقتنا الصباحي كبتنا، عندنا 3 أحجام من الكبة، يعني كبتنا ما تغيرت ولا صعدنا بالاسعار، ومعاملنا هم الحمد لله والشكر. ورغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية وانتشار جائحة كورونا التي أثرت على عمل المطعم نسبيا، إلا أنه لم يمنع الكثيرين ممن يوصفون بمدمني كبة السراي من ارتياد مطعم المتنبي لتناولها. أكلها نظيف، فهذا السبب الناس ترغب. أنا أعرفهم من السبعينات، يعني كانت الكباية بدرهم، اللي يأكل كباية يأكل 3. الحجي والدي يجيبني من السبعينات، كنت طفل أنا، يقول لي هنا يجيبنا كان بالمطعم ونتغدى اما ونتريق، هو مفتوح صباحا ومساء مفتوح المطعم، واكيد كبه طيبه هي. ان كنت قريبا من مطعم المتنبي العريق فلا تتردد في زيارته والاستمتاع بتناول كبه السراي.